اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل فقرتنا. بستقبل ضيفي وضيفكم الناقد الرياضي الاستاذ محمود صلاح. مساء الخير يا فندم، منورنا. مساء النور يا محمد، بارك ايه؟ كله تمام. كاس العالم للانديه، ريال مدريد والجزيره الاماراتي، والجزيره بيواصل مسلسل مفاجات وتعادل مع ريال مدريد، كريستيانو رونالدو وبنزيما وتوني كروش وكتيبه النجوم وزين الدين زيدان، ولكن يبدو ان تين كات مع الجزيره عامل شغل عالي. حقيقي فعلا الجزيره بادي البطوله بشكل كويس جدا. لو في مفاجاه للبطوله فهو هيبقى الجزيره. اول ماتش كسب اوكلاند 1-0، كان هدف رومارينيو. وبعد كده كسب اوراوا 1-0 برضو، كسب الهدف كان احرزه علي مبخوت. والنهارده لغايه الدقيقه 48 كانوا كسبين 1-0 رومارينيو برضو، وجابوا هدف تاني بس اتحسب، اتلغى بدع التسلل مبارك بصوفيا، لغايه ما ريال مدريد اتعادل. وعاملين اداء كويس، عاملين اداء دفاع بشكل كويس. مفاجاه يعني ان هو يكسب بطل الكونكاكاف طبعا، باتشوكا طبعا، هيكسب بطل دوري ابطال اسيا اللي هو بيلعب في اسيا ولكن ما وصلش حتى الادوار نصف النهائي. حقيقي يعني دي مفاجاه بالنسبه لك؟ اكيد طبعا، بالاخص هو يعني الجزيره دخل البطوله هو صاحب منظم بس، لكن حتى دوري ابطال اسيا ما مش هو البطل، كان اوراوا البطل، كسب الهلال السعودي. فاكيد مفاجاه كبيره جدا، وبالاخص عامل اداء كويس قدام ريال مدريد، اداء دفاعي ممتاز، الهجمه المرتده بيطبقوها زي الكتاب ما بيقول. ليهم فرصه كل الاحوال، حتى لو ما صعدوش امام ريال مدريد فهم كده عملوا اداء جيد جدا بالتاكيد يعني، ولغايه دلوقتي هم متعادلين 1-1، يعني اداء مشرف يعني. اكيد طبعا، لكن الوداد ما حتى جماهير الوداد متازمه من اداء الوداد بشكل كبير جدا. فريقه الخروج كانت يعني مش ده بطل افريقيا، المنتظر بطل افريقيا يبقى افضل من كده. فيبدو ان الجزيره الاماراتي بيعوض الوطن العربي غياب النادي الاهلي وايضا اداء الوداد. اكيد طبعا، كان نفسنا الاهلي يشارك، لكن الوداد ما قدمش اللي جمهوره مستنيه منه في البطوله، اتغلب ماتشين. كان نفسنا اللي هو يكمل مثلا زي مازيمبي في 2010، وزي طبعا الاهلي لما طلع تالت عالم، ورجاء، رجاء البيضاوي اللي هو في نفس البلد برضو كان وصل فاينل. بس الوداد ما قدمش الاداء اللي يسمح له اللي هو يكمل في البطوله، وده كان باين حتى من امام النادي الاهلي. الاداء حتى امام النادي الاهلي لم يكن بالشكل اللي دي فرقه بتعرف تدافع، ولكن في كاس العالم الانديه الامور موضوع مختلف جدا في كاس العالم فعلا. طب هنروح للنادي الاهلي وكره دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي بصدد مواجهه الفائز من مونانا الجابوني، او الفائز او فريق رير كاديجو من بوركينا فاسو، وهيكون الذهاب ان شاء الله في 9 أو 10 أو 11 مارس المقبل. يعني شايف المجموعه والقرعه، قرعه الدور بدايه التمهيدي عامله ازاي؟ هي طبعا الاهلي مش هيشارك من الدور التمهيدي، هو ومازيمبي والترجي والوداد لحمل اللقب والنجم الساحلي. فالاهلي هيبدا بدور 32. اكيد طبعا البدايات بتبقى، الفرق بتبقى مستواها ليس بالقوي يعني. فريق الجابوني كان بيلعب فيه ايفونا، نعم، مهاجم من الاهلي السابق. فانا شايف فرصه الاهلي للسنه دي يعني ليه فرصه ان شاء الله، بس محتاج تدعيم في يناير. يعني في مراكز كده الاهلي لو دعمها بشكل كويس ليه فرصه، بالاخص اللي هو خارج وصل فاينل السنه اللي فاتت، وكان فرصته كبيره جدا هو يبقى يفوز باللقب ويوصل كاس عالم الانديه، وده اللي اتمناه برضو الاهلي ياخد البطوله ويصعد كاس عالم الانديه ان شاء الله في 2018. مش شايف ان مثلا نادي الاهلي في الموسم الماضي في البدايه اصطدم ببيدفست جنوب افريقي، وكان نادي ماتش كان افضل من انديه كتير كان صعب واجهها في المجموعات. حقيقي، هل ممكن فرقه من الفرقتين سواء مونانا او ريال كاديجو يبقى بنفس المستوى؟ هي اكيد بيدفست جنوب افريقيا، فطبعا مستوى في جنوب افريقيا اكيد اعلى من الجابون واعلى من بوركينا فاسو، فالموضوع مختلف. بس ده برضه ما يسرعش المفاجات في اي وقت يعني. يعني لازم، انت شايف النادي الاهلي ممكن يكون لازم يكون اكثر تحفظا؟ اكيد طبعا، اكيد اللي عايز ياخد البطوله مش هيفرق معاه فريق صغير او فريق كبير. فلازم الاهلي يبدا بشكل قوي من دور 32. طب ابرز حاجه شفتها في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، يعني النادي الاهلي مثلا ممكن ياخد منها بعض الدروس، كانت ايه؟ الماتش الاولاني بيفرق جدا. يعني الماتش الاولاني بيفرق جدا. بدايتك في البطوله يعني. اكيد طبعا. ماتش بيدفست كان الاهلي كان على وشك الخروج من دور 32، ودي هتبقى مفاجاه كبيره. لو كملنا في السلسله المشوار بتاع الاهلي هتلاقي برضو ماتش الترجي، الاهلي برضو تعادل هنا، وكان كان يعني كان كبا قوسين او ادنى من الخروج من البطوله.
نفس الوضع في ماتش الوداد اللي فرق مع الاهلي الماتش الذهاب. الاهلي لو بيبدا ماتش الذهاب بشكل اقوى من كده هيكون ليه فرصه كبيره قوي ياخد البطوله ان شاء الله. يعني التحضير في ماتش الذهاب بشكل افضل يفرق جدا، على الرغم ان النادي الاهلي بيروح في يعني مثلا تونس هيأدي اداء يعني كان رائع عظيم جدا، وماتش بدايه ماتش برضو الذهاب في النجم لم تكن جري هنا وكسب بفارق كبير. بس يعني اكيد طبعا نتيجه ماتش النجم يعني مش هتتكرر كتير، انت بتتكلم انت سته وسيمي فاينال نتيجه كبيره جدا. انا بيحب رقم سته اكيد طبعا. طيب هروح معاك ليه من الشامبيونز ليج الافريقي ودوري ابطال افريقيا الى دوري ابطال اوروبا، مواجهه و16 فريق على اعلى مستوى، 16 فريق لهم باع كبير في البطولات الاوروبيه، شايف القرعه مشت في اتجاه عادل الى حد ما؟ هو طبعا القرعه اتقسمت الى جزئين، المواجهه هتبقى رقم واحد باريس سان جيرمان وريال مدريد. ليه؟ مواجهه من العرض الثقيل، ريال مدريد حامل اللقب اخر بطولتين، زين الدين زيدان ونفس المجموعه اللي حضرتك قلتها، كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، اسكو، بنزيما، راموس، كتيبه نجوم بالبدلاء كمان، هيجي يقابلهم بقى باريس سان جيرمان اللي عنده طموح كبير جدا السنه دي. يعني باريس سان جيرمان لو بصينا على الصفقات بتاعته صفقات من العيار الثقيل، نيمار ب 222 مليون، امبابي جاي اعاره سيزون وحققت شراء 180 مليون، حاجات ارقام فلكيه، فده طبعا اكيد طموحه مش هيبقى دوري فرنسي. بس هل الفلوس فقط تصنع الامجاد؟ اكيد لا طبعا، بس انت بتتكلم جايب نجوم والنجوم دي تستحق الارقام كبيره جدا، احنا اتفقنا الارقام فلكيه، لكن في نفس الوقت لا هو جايب النجوم دي مش عشان ياخد بيها دوري فرنسي. يعني جايب النجوم دي الدوري الفرنسي محسوم؟ هو السنه اللي فاتت ملاكو خده واكيد مش محسوم برضو، بس يعني اداره باريس سان جيرمان ناصر الخليفي متارجت دوري ابطال اوروبا. طب بالنسبه لزين الدين زيدان اكيد في دماغه ان هو هيلاعب فرقه فيها نيمار فيها كافاني ولازم احنا نركز مع كافاني اكيد طبعا لعبه في كاس العالم. فيها مبابي فيها دراكسلر فيها فراتي يعني دياجو سيلفا يعني ناس على اعلى مستوى اكيد، وهو في هذه الاوقات ريال مدريد لا يمر باحسن حالاته اكيد. هل ترى ان في 13 فبراير ممكن يكون كيرف الريال عاد الى مساره الطبيعي؟ هو اكيد مش ما نقدرش نحكم على المواجهه نحسمها من الوقت الحالي ده صعب جدا، لكن في نفس الوقت ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا بمختلف، يعني حتى في وسط الموسم في الدوري الاسباني في عز الاخفاقات كان بيلعب دوري ابطال اوروبا كان بيكسب باستثناء ماتش توتنهام، فلا الموضوع مختلف نهائي، لكن زيدان هيعمل 100 حساب اكيد طبعا للنجوم باريس سان جيرمان، بالاخص باريس سان جيرمان عنده في الهجوم سرعات رهيبه دي تاثر على ريال مدريد اللي هو لو دلوقتي بيعاني منها قدام الجزيره الاماراتي، بيعاني من السرعات علي مبخوت، فما بالك لو لعب بقى نيمار وامبابي وكافاني فالموضوع هيبقى صعب جدا. طب هل مثلا برضو خلينا ندي يعني الريال كان بيلعب يوم السبت في الدوري الاسباني امام اشبيليه واللقاء كان صعب وسافر طبعا ساعات الطيران لدبي، انا ما بخلقش اعذار بس هل شايف ان ممكن يكون نجوم ريال مدريد مش مدين الماتش ده حقه؟ اكيد معاك طبعا، اكيد بيلعب فريق مش مصنف بالنسبه لهم، ما يعرفوش اغلب اللعيبه بتاعتهم، هو بس يكاد يكون المدرب كان مساعد ريكارد، فهو المعروف حتى بشكل بسيط مفيش حد من الفريق ده اللي موجود دلوقتي كان موجود في 2016 2006 مش موجود مع يعني حتى المدرب مش معروف بشكل كبير، فالمباراه ما خدتش الاهميه الكبيره وده اثر على بدايه ريال مدريد، اثر على بدايته في اللقاء. طب هل هيلحق نفسه ولا يعني انا برضو مش عايز ابخس حق فريق الجزيره بس لازم نحط من الامور في نصابها الطبيعي، لان انا لازم عشان احكم على مدير فني لازم احط كل الظروف يعني برضو السفر و نعم طبعا الجزيره صراحه قلنا ان هو مفاجاه وادينا له حقه، ولكن ونتمنى ان الجزيره يكسب ريال مدريد، ده بالنسبه لنا يبقى شرف وفخر للوطن. جمهور ريال مدريد هيزعل مننا كده، يزعل وريال الاهلي كسب ريال مدريد اكيد، بس ده ماتش رسمي هتبقى حاجه برضه هتبقى حاجه كبيره جدا. فدي فاكر اللي جاب الجون صندي يعني يمكن هو تاريخه كله في انه جاب هو جاب جون ده وبعد كده جاب جون في بترو اتلتيكو وبعديها بايام بعد كده مش لهوش وبالهيد وهو اصلا كان قصير جدا. طيب هنروح الى مواجهه اخرى، اليوفي الايطالي وطموح توتنهام، كره جميله هجوميه في توتنهام وكره دفاعيه متحفزه في اليوفي، شايف المواجهه ازاي؟ هي دي مواجهه متكافئه لحد كبير جدا، لكن لو تاريخيا فاكيد هتحسم اللقاء ليوفنتوس، لكن توتنهام مقدم موسم رائع
على عكس التوقعات. توتنهام كل سنه بيعمل موسم كويس في الدوري الانجليزي، دوري ابطال اوروبا ما بقاش افضل حاجه. السنه دي الموضوع اتعكس في الفتره الاخيره. يعني انت شايف ان هو في الدوري الانجليزي مش نفس قوه الشامبيونز، ودي كانت غريبه في توتنهام السيزون ده بالاخص، ان طلع اول مجموعه على ريال مدريد وبروسيا دورتموند مفاجاه. فاللقاء متكافئ، لكن ممكن اللقاء ده يحسمه خبره يوفي والمدرب أليجري. يوفي عنده خبرات تساعده اللي هو يحسم اللقاء. هو يعني الموسم الماضي ما كانش حد مصدق ان يوفي يوصل فاينل، وايضا الموسم قبل الماضي ما كنتش مصدق ان يوفي يوصل فاينل، وهو حظه بيقعد قدام عملاقي اسبانيا يوم واخد 3 ويوم واخد 4، فالموضوع بيبقى صعب بيبقى صعب. لكن فجاه انت بتحس بيه، يعني ايه ده، اليوفي في الفاينل. ما ده هي دي شخصيه البطل، هي شخصيه البطل، هو بياخد مرحله لغايه زي بايرن ميونخ كده. بايرن ميونخ نفس الوضعيه. بايرن خد دوري ابطال اوروبا اكتر من يوفي. اكيد طبعا. لا انا بتكلم في بايرن ميونخ برضه، تلاقيه في اي بطوله تلاقي الموضوع ماشي انت مش حاسس بيه، بقى سيمي فاينل فاينل. فيوفنتوس عنده من الخبرات، واليجري بافل نيدفيد انيلي طبعا رئيس النادي وجنبه مدير رياضي في النادي. طبعا نيدفيد من النجوم اللي الناس كلها بتحبها، حتى عندنا لعيب اسمه كريم نيدفيد. كريم نيدفيد نيدفيد ده كان من اللعيبه للشباب اللي ما شافوهوش، كان فرقه لوحده في منتخب التشيك، وده واحد من روائع ريال مدريد. طبعا زابي الونسو، شابي الونسو اسطوره طبعا، شافي الونسو ريال مدريد وبايرن ميونخ ليفربول. النهارده كان في تصريح او تويتايه لبيتر كراوتش فقبل فاينل 2008، فقال لك احنا رحنا كده نرفه على نفسينا، فراحوا العربيات الكارتنج اللي هي العربيات الصغيره فهم كان قدامه كايت وزابي الونسو، فهم وقعوا، فهو جاي هيخبط في واحد فيهم. فقال لك انا بصيت لقيت بيتر كراوتش، لقيت قصدي الونسو وكايت واقعين، فانا فكرت ان احنا عندنا فاينل، فشفت مين اقيم فدخلت في كايت. وقال لك الونسو قيمته اعلى. فدي من الحاجات اللي بتدينا قيمه كبيره زي طبعا الونسو لعيب خط وسط موسيقار، من الناس اللي هي اثرت وخدت شامبيونز مع ليفربول وقررها مع ريال مدريد. فعظيم جدا، حتى مع بايرن ميونخ كان له لمسه، وصل سيمي فاينل برضه وجوارديولا، كان فريق قوي جدا بالتاكيد. طيب هنروح لمواجهه يعني الناس شايفاها سهله جدا، ولكن ممكن يكون فيها امور، مانشستر سيتي وبازل، يعني شايفها ازاي؟ هي على الورق محسومه مانشستر سيتي، لكن هنرجع برضو لنفس الفكره اللي اتكلمنا فيها في دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا سوري، اللي هو اي فريق عايز ياخد بطوله مش هيفرق بين فريق صغير او فريق كبير، ودي النقطه اللي بتميز جوارديولا. بيب جوارديولا بيلعب كل مباراه بنفس قوته بنفس اسلوبه، مش بيفرق معاه فريق صغير او فريق كبير، وده واضح جدا في البريمير ليج، في الدوري الانجليزي واضح جدا. خلاص الراجل لسه ما وصلناش ليناير وفارق 11 بونت عن المركز الثاني، فحاجه عظيمه جدا. لكن بازل متخصص تالق امام فرق الانجليزيه. بازل خرج مانشستر يونايتد، نعم، وتشيلسي محمد صلاح وليفربول السيزون قبل اللي فات، والسنه دي كسب مانشستر يونايتد في دوري المجموعات، طلع تاني مجموعه بس كسبه في سويسرا. بازل ليفربول كان فيه النني ساعتها، كان النني لعب النني وحمودي لعب المباراه دي برضه، حمودي لعب الماتش ده وكان متالق، عمل مباراه كويسه. فالمباراه على الورق محسومه لمانشستر سيتي، لكن بازل امام فرق انجليزيه بيتالق بشكل كبير جدا. طب بازل من الفرق اللي بتحب تبرز بضاعتها، اكيد هيالي ده اكبر فرصه، اكيد يعني طبعا مانشستر سيتي الماتش كله الناس كلها العالم كله هيتفرج على هذا اللقاء. هل شايف ان دي فرصه ليه ان هو يعني هو بيحب يبيع لعيبه؟ ما هي فرصته، هو معروف دلوقتي بازل ماشي في نفس النقطه زي اياكس زمان. هو بيحب يظهر النجوم اللي عنده، يعني لو بصينا النجوم اللي خرجت عنده الفتره الاخيره صلاح، انت جبت نموذج برافو عليك، صلاح تشيلسي فورنتينا روما شاكيري حتى ليفربول شاكيري بايرن ميونخ ودلوقتي بيلعب في ستوك سيتي مع رمضان صبحي النني ارسنال تشاكا برضه راح لعب في الدوري الالماني بعد كده راح ارسنال. فلا بازل من النوعيه اللي بتعرف تبرز النجوم بتاعتها. لكن لو هنتكلم بقى في دور 16 دوري ابطال اوروبا، فلا انا بالنسبه لي المواجهه دي محسومه لمانشستر سيتي. بالنسبه لك مانشستر سيتي شايفه الاقرب. طيب هنروح لمواجهه مصر كلها والعالم العربي كله بينتظرها. طبعا انت ضحكت عشان عارف انا هتكلم على مين، اف سي بورتو وليفربول. اكيد. هل شايفها صعبه؟ ليفربول كلوب مش مضمون. يعني ايه مش مضمون؟ بمعنى
ليفربول ممكن ماتش يكسب 4-5 ومقدم اداء اسطوري زي ماتش اشبيليا، في دقيقتين الماتش اتقلب. هي دي مشكله ليفربول مع كلوب. يعني ناحيه دفاعيه ولا ناحيه تنظيميه؟ لا تنظيميه، تنظيم دفاعي. ناحيه تنظيميه دفاعيه ليفربول عنده مشكله في الحته دي، وكان طول الماركاتو الصيفي كان بيفاوض مدافع ساوثهامبتون فان دايك، ولغايه اخر يوم كان كلوب هيموت عليه. كان هيفرق جدا. فان دايك من اللعيبه التنظيميه، بيعرف يكود ديفنس زي راموس زي بيكيه، مش مساله مدافع. ده اللي بينقص كلوب في ليفربول دلوقتي. دفاع ضعيف جدا، متيب مش مستوى ليفربول، كليفاين مش مستوى ليفربول، فتحس ان في حاجه ناقصه. ولوفرين ده كارثه. يعني لوفرين ده كارثه ثانيه. حتى مصر كلها متفقه على خلاص بقى دلوقتي، ومصر كلها متابعه. يعني مصر كلها متابعه. انت لو كلمت اي حد هيقول لك نقاط ضعف ليفربول بكل حاجه، لكن على الورق ليفربول. وعلى فكره برضو اللقاء عربي في ياسين ابراهيمي برضو في بورتو، يعني اللقاء عربي برضو. انا برضو عايز ااكد معاك حاله محمد صلاح، فوز او اقتراب فوزه او فوزه بجائزه البي بي سي واقتراب فوزه بامر الله ان شاء الله على افضل لاعب في افريقيا. وادي امامنا اهو، يعني بشكر زمايلنا على طول جايبين حاجه محمد صلاح المبدع في الدوري الانجليزي. شايف محمد صلاح واداؤه مع ليفربول في هذا العام ازاي؟ محمد صلاح يعني مبدئيا ربنا يحميه. محمد صلاح ان شاء الله باذن الله 4 يناير يبقى احسن لاعب في افريقيا لثلاث عوامل. لو بصينا على صلاح خلال ال 2017 بشكل كامل على المستوى الدولي، الراجل وصل مصر كاس عالم بعد 28 سنه، وصلنا فاينل كان كاس امم الافريقيه. ده على المستوى الدولي كان جاب 5 اهداف في تصفيات كاس العالم، دي اول حاجه. وصلنا كاس افريقيا. طبعا. لا انا لو هنتكلم في 2017 من يناير يعني، فطبعا لو هنتكلم على مستواه في اوروبا، صلاح جايب 15 هدف السنه اللي فاتت مع روما. نهى السيزون ب 15 هدف، ده رقم كويس جدا. كان نجم الفرقه وكان فيها توتي. توتي وجيكو. بس كفايه توتي. طبعا. فدي حاجه على مستوى الانديه مع روما، بعد كده كمل بنى اللي عمله في روما، كمله في ليفربول. صلاح لغايه النهارده جايب 19 هدف. مع فاكر الهدف ده؟ انا بشجع ارسنال، فالهدف ده بالنسبه لي هيبقى مؤلم جدا. محمد صلاح اكيد طبعا. مش مشكله ما بيلعبش يبقى خلاص، يبقى احنا مع دي صعبه جدا. تفرح لصلاح وفي نفس الوقت زعلان لفرقتك اتغلبت 4. لا ما فيهاش ارسنال ولا فيها، ما دام صلاح موجود والنني خلاص اكيد. فصلاح كمل اللي بناه في روما في ليفربول، جاب 19 هدف من ضمنهم 13 هدف في البريمير ليج، هو هداف الدوري، وجاب 6 اهداف في الشامبيونز. فصلاح عامل سيزون سنه رائعه. والحاجه الثالثه اللي تدعم صلاح ياخد افضل لعيب في افريقيا، اغلى لاعب افريقي دلوقتي. طب انت شايف الهدف ده قدام امام بيرلي، شوف الاستلام والمساحه، وبعدين يعني صلاح حتى اهدافه تقل. بقت متنوعه، بقى تقل. تقل صلاح، تقل في الملعب. يعني صلاح الاول كان اهدافه اللي هي الار 2 اللي هي كلها ار 2 يجري. لا دلوقتي معلش نشرح عشان في بلاي ستيشن. ار 2 دي هي اللي بتلف. الكره البلاي ستيشن كده في البعيده. انت بتلعب دلوقتي في بلاي ستيشن؟ يعني مش دايما. بتلعب بالارسنال. وبتغلب. خلاص لكن صلاح دلوقتي بيجيب اهداف هيدرز، جايب جون في ستوك سيتي رائع. هو ادي ليستر اهو كمان. وجايب جون في ستوك سيتي رائع، الكوره جايه له، وايفرتون مرقص 2 وعاملها في البعيده. لا بقى صلاح بقى عظيم في دوري ابطال اوروبا، اجوانه كلها بقت متنوعه. فانا بقى يعني ان شاء الله باذن الله 4 يناير صلاح هيبقى افضل لعيب في افريقيا. وحاجه ثاني، صلاح بقى اغلى لعيب افريقي دلوقتي. انتقل من روما لليفربول ب 42 مليون، اللي هيتخطاها السنه الجايه النبي كيتا، راح ليفربول ب 48 مليون. بس لغايه وقتنا هذا صلاح اغلى لعيب افريقي. نعم. فدي كلها في مصلحته. طبعا طبعا. والجائزه البي بي سي تفرق معاه، يعني خطوه برضو يكسبها من ماني اوباميانج، نفس اللي هينافسوه في الكاس. طب انا شايف ان اسم محمد مرتبط بالمصريين في جائزه البي بي سي، يعني محمد بركات، محمد ابو تريكه، محمد صلاح. اكيد. يعني لا اكيد صدفه طبعا، بس يعني حاجه تحسب برضو. الراجل ماشي على الهدف ده لما شفته طبعا بتشوف توتنهام. توتنهام هو لوحده وسط كام؟ 1 2 3 ممكن مثلا 6 7 مدافعين، وكان مطلوب منهم لعيب كمان. كان مطلوب منهم لعيب. فانا بقول لحضرتك هو اداؤه بقى متنوع جدا، طريقه اهدافه بقت متنوعه جدا.
فان شاء الله ربنا يكرمه. طيب بخصوص استفتاء بي بي سي يعني لو نتكلم واخدها ثالث بعد مين؟ بعد محمد بركات ومحمد ابو تريكه. نعم. اتنين اساطير طبعا. فاللي هو يمشي على نفس المنوال دول طبعا تالقوا في الدوريات المحليه بس ربط الاسم يعني فربنا يكرمه. طب هل منظر يعني حصوله على الجائزه من مدربه يورجن كلوب كان واضح ان كلوب سعيد جدا وكان يعني في قمه سعادته ان عنده لاعب هو اصر على ضمه ان يصل الى هذا المستوى؟ طبعا هي النقطه اللي هي وصلت لو حضرتك تابعت الاستفتاء كان اوت في اخر حاجه فضلت بين ماني وصلاح فجابوا الصوره على يورجن كلوب خلاص ماني ليفربول وصلاح ليفربول بس في حفاوه يعني صلاح وكلوب بيتكلم كده تحس كلوب فرحان بيه انا اشتريتك ودفعت فيك 42 مليون يورو تستحق كل يورو تدفع فيك بس ده لسان كلوب. صلاح ولا ماني بالنسبه لك؟ هذا الموسم صلاح هو رقم واحد في ليفربول، يعني لو هنتكلم ترتيب نجوم ليفربول السنه دي هيبقى صلاح، ماني، كوتينيو، فيرمينيو. وعايز اقول اربعه لقدام مفيش حد ورا لا لا خالص خالص الموضوع صعب جدا. وفشل انتقال كوتينيو لبرشلونه ده جه في مصلحه صلاح، ده من رايي يعني اللي هو كان فارق معاه جدا. صانع العاب زي كتاب ما بيقول كوتينيو فارق مع صلاح جدا متفاهم. بخصوص ماني ولا صلاح لا الموسم الحالي صلاح بالاهداف وكاداء كل حاجه صلاح رقم واحد في الوقت الحالي ويا رب باذن الله ان شاء الله كل مجهوداته دي ويفرحنا زي ما فرحنا. وكده جاريث بيل بيحرز الهدف الثاني لريال مدريد ده في وقت قاتل وقت 80 الصراحه لازم نحيي فريق الجزيره طبعا. الاماراتي طبعا شرفنا سجل في مرمى الريال اكيد اعتقد اللي جاب جون في مرمى الريال يعني اسمه هيبقى موجود كتير مع مدرب على اعلى مستوى تين كات ده تين كات من المدربين اللي ليهم صيغه في فريق اياكس اشتغل في فريق تشيلسي واشتغل في برشلونه مع رايكارد ما هو بص اياكس يعني برشلونه اكيد من كرويف برشلونه فدي من الحاجات اللي مديها له طابع ونتمنى ان مدربين زي تين كات ينتشروا في الوطن العربي وخاصة في مصر لأن هيدينا إضافة كبيرة جدا من ناحية التطبيق الأفكار الجديدة في كرة القدم كل التوفيق طبعا لفريق الجزيرة إن هو لسه فاضل 8 دقايق ممكن يحصل فيها حاجة يبقى كورنر ولا حاجة قلت لك حتى من قبل ما ريال مدريد يتقدم في النتيجة يعني فريق الجزيرة كل التحية ليه يعني بيلعب قدام بطل أوروبا فرق إمكانيات رهيبة ولغاية الدقيقة 81 كانوا متعادلين فاداء يشكر ليهم. هو في حاله فوزه هيلاعب جريميو البرازيلي. جريميو فاينل. تعود مره ثانيه فاينل ما بين امريكا الجنوبيه الاكثر حصولا على كاس مع فريق اوروبا يعني هما فرق اوروبا الاكثر ومعاها فرق امريكا الجنوبيه ثاني اكثر الفرق حصولا على البطوله. طيب نروح مواجهه قويه جدا تشيلسي وبرشلونه. لو اتكلمنا على مواجهه ريال مدريد وباريس سان جيرمان وقلنا مواجهه من العيار الثقيل فمواجهه تشيلسي وبرشلونه لا تقل اهميه عنها. برشلونه بيعرف يلعب في الانديه الدوري الانجليزي يعني لو شفنا تاريخ برشلونه امام مانشستر يونايتد ارسنال ليفربول بيلعب كويس قدام بيلعب كويس قدام برشلونه مانشستر سيتي السنه اللي فاتت برضو برشلونه كان عمل قدامه اداء رائع. الفريق الوحيد اللي بيعرف يكسب برشلونه في انجلترا هو تشيلسي. ليه؟ طريقه لعب تشيلسي دفاعيه الدفاعيه من النوعيه اللي برشلونه ما بيحبهاش. يعني برشلونه يحب يلعب قدام ارسنال بيفتح الملعب هيديله هيكسبه زي السلام عليكم كده سهل جدا. لكن تشيلسي لا انا دايس في ارسنال فرقتي فانا متضايق منها بصراحه. لكن تشيلسي طريقه لعبها ما تساعدش برشلونه. بمعنى بيعرفوا يدافعوا ايا كان المدرب اللي ماسك يعني على مدار المدربين كلهم بيعرفوا يلعبوا قدام برشلونه. حتى في 2012 تشيلسي لما خد البطوله كسب جوارديولا مين المدرب؟ دي ماتيو. نعم. اللي هو كان اول سيزون ليه. فهي تركيبه تشيلسي قدام برشلونه لا يحبها فريق برشلونه يكرهها. يعني طريقه تشيلسي قدام برشلونه ما يحبهاش جدا. بايرن ميونخ وبشكتاش هل شايفها سهله بالنسبه للبايرن ولا الى حد ما ممكن يبقى فيها فخ؟ لا هي مش فخ تركي يعني لو بصينا على المواجهات كلها ف يعني اقل مواجهه هي هتكون يعني بايرن ميونخ وبشكتاش يعني اقل من سيتي وبازل
ممكن اقل من سيتي وبازل. بايرن ميونخ من الفرق اللي هي شخصيتها قويه جدا. ده تمرينه برشلونه والدايره اللي في برشلونه اللي فيها انيستا وسواريز وميسي بيعذبوا يعني اي حد. ويلو بيعذبوا اي حد ينزل في النص. يعني يا ويلو اللي هيخش في النص. يعني ميسي اهو مدينا ضهره بس مش هتفرق. وفيها بيكيه وفيها كميته. حتى انا هقول لحضراتكم التمرينه دي فيها الاجوان. يعني هتلاقي كله بيلعب كوره. هو اللي لاعب الكوره دي. وفيها لوكاس دين وفيها يعني طبعا راكيتيتش كميه. دريشتيجن بيلعب برجله احسن من مدافعي ليفربول. ده حقيقي. كميه حاجات يعني صعبه جدا جدا على اي حد. وبوسكيتس وادي ماتشيرانو يعني ربنا يكون في عونهم. لعيب الكوره كلهم لعيب الكوره. لا يخش في هذه الدنيا. طيب نروح لمواجهه اشبيليه ومانشستر يونايتد. كتاريخ اكيد مانشستر يونايتد، لكن في الوقت الحالي مانشستر يونايتد بيمر بازمه. انا وجهه نظري الشخصيه بيمر بازمه. ليه؟ جوزيه مورينيو عنده مشكله. زي ما قلنا على بيب جوارديولا بيلعب نفس السيستم بتاعه قدام فريق كبير قدام فريق صغير، مورينيو نفس النقطه. ده ما ينفعش مع مانشستر يونايتد، فريق بحجم مانشستر يونايتد ما ينفعش العب مانشستر سيتي بنفس الطريقه اللي انا هلعب بيها بالسوك قدام السوك سيتي او بيرلي، طريقه دفاعيه بشكل مبالغ فيه. بالاخص اللي انت عندك امكانيات هجوميه تساعدك ان انت تلعب بشكل هجومي افضل من كده. مورينيو طبعا مدرب كبير جدا، لكن دي النقطه بتاخد عليه دايما، ما بيغيرش طريقته الدفاعيه ايا كان الخصم اللي قدامه. ودي عامله له مشاكل مع مانشستر يونايتد. طريقته هجوميه مع السير. مع السير معروف طبعا. فهي دي النقطه. هنيجي بقى المواجهه دي قدام اشبيليا. الطريقه دي في النوك اوت تنفع مورينيو، هي دي طريقه مورينيو. يعني قدام اشبيليا عنده فرصه، وعنده فرصه كبيره جدا. هو هيبدا المباراه الاولى هناك هيحاول يخلصها تعادل، المباراه الثانيه يخطف جون الماتش خلص. الماتش خلص وبارك زبس. خلاص خلصت. حتى مدرب الجزيره على فكره مدرب الجزيره قبل الماتش انتقد مورينيو بيقول له ريال مدريد، قال لهم احنا عايزين ثلاث باصات، ممكن مورينيو يجيب باصين يقف يركب معانا النهارده. ده يونايتد امام سياسكا موسكو وانديه روسيا. كان راشفورد اللي ضيع الكره اللي فاتت دي، وكان انديه سياسكا موسكو وسبارتاك ودينامو لازم احنا نركز معاهم، لان احنا هم دول قوام منتخب روسيا. يعني صلاح جف في سبارتاك موسكو في اخر جوله، وكانت واللعيب اللي رقصه ده مدافع الاساسي بتاع منتخب روسيا اللي ظهره اتقطع. لازم بس ناكد في هذه الامور. طيب نروح لشختر دونستيك من اوكرانيا امام روما. روما صراحه يمكن كل توقع بعد انتقال صلاح هيكون الكيرف نازل، ولكن يبدو ان روما هذا الموسم ماشي بشكل كويس حتى في الدوري الايطالي. روما ماشي بشكل كويس في الدوري الايطالي. الغريب ان روما يعني لو بصينا على المجموعه بتاعته، روما كان معاه اتلتيكو مدريد اللي هو اخر اربع سنوات في دوري ابطال اوروبا بيقدم اداء عظيم جدا، وصل فاينل مرتين. روما يصعد على روما يصعد على اتلتيكو مدريد مفاجأة. وفي مجموعه تشيلسي يطلع اول مجموعه، فطبعا مفاجاه من العرس الثقيل. طب هل شختر هيبقى سهل؟ شختر نفس كيفيه بازل. شختر من النوعيه اللي بيظهر لعيبه بشكل كويس، يعني كل سنه شختر بيطلع لعيب او اثنين. لكن على الورق هي مواجهه متوازنه لحد كبير جدا، بالاخص ان روما برده من الفرق اللي ممكن تفاجئك في اي وقت، ممكن تقدم اداء عظيم جدا وفي نفس الوقت ممكن تلاقي ماتش يخلص من الذهاب يتغلب بنتيجه كبيره. سريعا اخذك للدوري الانجليزي، في مباراه تقام اليوم ابرزها طبعا بالنسبه لنا ليفربول وويست برومش البيون. عايز اسالك كيف ترى ليفربول في الدوري الانجليزي مع يورجن كلوب وصلاح؟ اكيد دلوقتي ليفربول خامس الدوري الانجليزي 30 نقطه، فرق 16 نقطه عن مانشستر سيتي متصدر الدوري. يعني فرق كبير جدا في الدوري الانجليزي، 16 نقطه دي فرق كبير جدا. زي ما سيتي فوزوا على اليونايتد في اولد ترافورد، وده فوز متكرر يعني السنه اللي فاتت نفس الشيء كسبوه برضه على اولد ترافورد. هل ده قرب السيتي من الدوري زي ما كونتي طلع قال؟ هي لو كونتي اعلن ان الدوري اتحسم، مورينيو بعد ما رغم دي صعبه جدا على شخصيه مورينيو اللي هو يعني الموضوع يعني الموضوع بالنسبه له صعب جدا، لكن السيتي. طب محمود هسألك سؤال يعني دايما بيتسأل دلوقتي، لما جوارديولا كان بيحسم الدوري الالماني يقول لك الدوري الالماني سهل وما فيهوش غير بايرن ميونخ، ورونا جوارديولا هيروح فين ويعمل في انجلترا. نفس الشيء كان عامله في اسبانيا لما راح انجلترا وبيفعلها السنه دي. هل الدوري الانجليزي هو اللي ضعيف ام جوارديولا هو اللي عبقري؟ لا، هو جوارديولا عبقري. يعني خلينا نتفق ان جوارديولا عبقري. راجل بيعرف، يعني انت دلوقتي لو بتجيب اي ماتش
وبتتفرج وانت ما بتعرفش مين الاثنين مدربين، هتقول الفرقه دي بتدرب جوارديولا. يعني ده قلب بايرن ميونخ اللي طريقه لعبها مختلفه نهائي كنت بتشوفها اخر ثلاث سنين. المنتخب الالماني، المنتخب الالماني خدوا كاس عالم بعد يعني يعني ساعد طبعا اكيد تيكا تاكا الرئيسي من بايرن. اه يعني بايرن ميونخ تيكا تاكا وبيلعب كره سريعه باص واللعيب يتحط. جوارديولا طبق ده مع برشلونه، طبقه مع بايرن ميونخ، بيطبقه مع مانشستر سيتي السنه اللي فاتت. دوري انجليزي برضو يعني ليه خصائص، فهو اتخطف رغم في اول الدوري كسب 6 مباريات ورا بعض، فممكن يكون الكيرف نزل. السنه دي دعم كل اللعيبه، كل اللعيبه اللي هو جايبها جوارديولا كلها لعيبه جوارديولا، فده طبعا ساعده وفرق معاه اللي هو متصدر الدوري، فرق 11 نقطه عن المركز الثاني في الدوري الانجليزي، واحنا لسه شهر 12 ده حاجه كبيره جدا، فهو عبقري بصراحه. طيب عايز اسالك، الارسنال عنده لقاء صعب وده ديربي امام ويست هام، ديربي في وسط لندن طبعا، الارسنال في شمال لندن، ويست هام من الانديه العريقه جدا وبيبقى صعب بصراحه على ارضه. دايما لقاءات ديربيات لندن اللقاءات بيبقى فيها حساسيه وفيها حماس جدا، حتى لو فريق في دوري الكاس وفريق درجه ثانيه بيبقى فيه حساسيه كبيره جدا. السنه اللي فاتت الفرقه الوحيده اللي كسبت تشيلسي كريستال بالاس. كريستال بالاس ما هي دي اللي يعني في ديربي، ما هو كريستال بالاس ديربي. اتفرج برضو على الاسبوع اللي فات كان ارسنال وساوثهامبتون ديربي، تلاقيهم لغايه الدقيقه الاخيره بيتعادلوا. ارسنال وتوتنهام، توتنهام وتشيلسي تحس كلها اللقاءات بتبقى عامله كده، فدي بيرجع لينا لماتش ارسنال ويست هام. ارسنال بيمر بازمه السنه دي بس يعني السنه دي بشكل كبير. طب انا عايز اسالك، لماذا لا يلعب النني اساسيا على الرغم من تالقه في الدوري الاوروبي؟ هو النني فينجر محدد النني في الكؤوس وفي اليوروبا ليج. ارسنال بيلعب بطريقه معينه، اثنين خط وسط بيبقى تشاكا وارون رامسي. نعم. الاثنين اللي بيلعبوا الخصائص بتاعتهم مش قريبه من النني. نني الدفاعي اكتر. ما هو نني لما بيلعب بيتالق اكتر، حتى الجمهور بقى بيطالب ودايما متذمر على ارسنال فينجر ان نني لما بيكون موجود في الملعب الارسنال شكله بيبقى افضل كمجمل. هي بص هي بشكل نسبي، هو لو هنتكلم بقول لك فهو بيبقى تشاكا راجل بصير، ورمزي بيلعب اكتر زي مهاجم بيقطع على الجول. الاثنين دول الخصيتين دول مش عند النني. نني مجهود اكبر، بيباصي كويس وبيغطي. انا طبعا هتلاقيني منحاز لان ده محمد النني اكيد بس انا بكلمك كمان حتى نبض جمهور الارسنال متذمر على فينجر. انت اكيد بتتابع متذمر على فينجر على حاجات كتير قوي. النني لما بيكون متواجد فريق الارسنال بيبقى شكله افضل من الناحيه الدفاعيه، وبرده ما انت مش كل الفرقه لازم تهاجم، لازم يكون عندك حد اكيد طبعا. ما هي مثلا حسام عاشور في النادي الاهلي اكيد. هي بص هو الفرق انني كان بيلعب السنه اللي فاتت لعب ماتشات كتير جدا، كان ارسنال بيلعب 4-2-3-1. نعم. فهو كان بيوحد من الاثنين. السنه دي ارسنال بيلعب 3-4-2-1. فالموضوع مختلف، فزي ما بقول لك فالاثنين اللي هم اثنين خط وسط دول لا لازم كرتهم تبقى على الارض اقوى شويه منني. ده وجهه نظري انا. شايف الطريقه ديت مع فريق الارسنال مدياله اي افضليه في الدوري؟ ولا حاجه. انا بكلمك بالنسبه لفينجر، لكن انا بالنسبه لي مش فارقه كتير يعني، دي زي دي. بالعكس ارسنال ما بيلعب 4-2-3-1 بيصنع فرص كتير جدا. لكن احنا لو نتكلم على ارسن فينجر في النقطه اللي هو ما بيلعبش النني ليه بس. طيب مواجهه مانشستر يونايتد امام بورنموث، هل يعود مانشستر يونايتد مع مورينيو الى خطار الفوز مره ثانيه؟ هو اكيد يعني مباراه برضو مباراه على الورق اكيد سهله لمانشستر يونايتد، لكن زي هنرجع برضو نفس النقطه، مورينيو لازم يغير من طريقه لعبه. يعني لازم يغير من طريقه لعبه، مش هينفع يلعب نفس اللي لعب بيها قدام مانشستر سيتي هيلعب بيها قدام بورنموث. يعني هي دي نفس المشكله اللي اتكلمنا عليها حتى في دوري ابطال اوروبا مع جوزيه مورينيو. طيب احنا بنشوف مارسيال في بعض الاوقات يبدا اساسي وبعض الاوقات يبدا احتياطي، ورغم لعيب زي دوت بامكانياته ما يقعدش الصراحه، هل في علامات استفهام برضو اخوان ماتا تلاقيه في ماتشات اساسيه؟ يعني مثلا في لقاء مانشستر سيتي واحد زي ماتا انت محتاجه على ارضك، لعيب بيصنع فارق، لعيب عنده حلول، مش موجود. وماتا ال 10 دقايق اللي نزل فيهم ماتش مانشستر سيتي كان هيجيب جول. نعم. يعني كان هيجيب جول. مارسيال من اللعيبه اللي انا بحبها جدا. هو يعني مارسيال من نوعيه في من هنري كتير، في من امبابي، يعني نفس الخصائص يعني. فبس مورينيو عنده مشكله نفس الفكره بتاعه هيكتور كوبر، مورينيو بيحب الجناح اللي بيدافع. هل مارسيال بيدافع؟ ما بيدافعش بالشكل المناسب، ف
هتلاقيه يلعب مباريات يلعب يعني هل انت شايف مثلا ان لينجارد بيدافع اكتر منه بكتير بس بالنسبه لجوزيه مورينيو احنا بنتكلم بوجهه نظر مورينيو بتكلم طبعا اكيد لكن لو هنقارن باللاعب باللينج يعني ادي بوجبا كمان واحده من الحاجات اللي برضو يعني اضاع على نفسه بوجبا حاجات كتير قوي بطرده اكيد لكن لو احنا لو هنقارن بين امكانيات لينجارد ومارسيال بالنسبه لي لا مقارنه يعني مارسيال يمكن ابرز حاجه فيه ان هو شبه المغني شبه حماده هلال الحقيقي ابرز حاجه طيب مانشستر سيتي امام سوانزي سوانزي دايما على ارضه طبعا سوانزي من فرق ويلز فبيبقى على ارضه مختلف متحمس شايفها ازاي؟ في الدوري الانجليزي مفيش فرق مين صاحب الملعب ومين بره الملعب فسوانزي من الفرق اللي بتعرف تلعب قدام الفرق الكبيره يعني انا متوقع الماتش ده مانشستر سيتي ممكن يتعثر يعني الماتش ده ممكن مانشستر سيتي يتعثر كيرف 14 انتصار متتالي هيتكسر يعني بالنسبه لجوارديولا 14 انتصار متتالي ريكورد نعم احساس اللي هو هيتكسر في سوانزي وانت احساسك كده عشان انت مش عايز رقم الارسنال يتكسر ولا احساسك كده عشان ده واقع إيه الاثنين اكيد انا اصل دلوقتي الارسنال ما خدش دوري ابطال اوروبا ما خدش دوري انجليزي من 2004 فاحنا اللقب اللي احنا بنتفاخر فيه لما نني يلعب فاللقب اللي جمهور ارسنال بيتفاخر فيه دوري اللا هزيمه فما يجيش جوارديولا بقى يضيع اللقب اللي احنا فرحانين فيه طيب في عندنا لقاء برضو هيبقى من العيار الثقيل ساوثهامبتون وليستر سيتي يعني فاردي امام تشيلونج في ساوثهامبتون ساوثهامبتون من الفرق اللي عندها لعيبه كويسه الصراحه ماتش برضو ماتش الماتشات اللي بتبقى فيها فرق الوسط في انجلترا لما بيلعبوا ماتش الماتشات بتبقى عظيمه جدا يعني انا دوري انجليزي اتفرج على فرقتين وسط وما اتفرجش فرقتين وسط في اسبانيا ده وجهه نظري فماتش زي ده هتلاقي فيه كوره كويسه جدا ليستر سيتي ابتدى يفوق طب اسالك سؤال اين محرز؟ رياض محرز هي دي المشكله اللي انا خايف على محمد صلاح منها يعني النقطه دي انا خايف على محمد صلاح منها رياض محرز عمل موسم اسطوري خد دوري يعني خد دوري انجليزي بليستر سيتي يعني رانيري كان بيلعب بيه هو فاردي ودرينك ووتر وكانتي ما اي حد تاني بانه دلوقتي طبعا وبعدين غريب قوي انك مش هتلاقي في انجلترا بس واحد اسمه درينك ووتر يعني دي حاجه يعني برضو ما ينفعش ايه نسيبها كده ان الناس كتير يعني اسمه درينك ووتر اسمه درينك ووتر بياخد صف السنين كل رمضان بياخد صف السنين عليه فمحرز عمل سيزون رائع كان لازم يمشي يعني رياض محرز كان لازم يمشي هو كان يعني في كلام حتى انه ساب معسكر منتخب الجزائر وبصدد انه يمضي في روما وكان في كلام انه هو لا ده كان رايح برشلونه لا كان بلان بي كان بلان بي في برشلونه لا ده اصل هو كان رايح ترانزيت عشان رايح روما الكلام ده كله اثر عليه سلبيا طبعا جدا لما انت لغايه اخر يوم في الماركاتو انت مش عارف انا هكمل في فرقتي ولا هنتقل لفرقه ثانيه طبعا هياثر جدا بالاخص الامكانيات ليستر سيتي مش هتساعد محرز دلوقتي فانا بقول لك النقطه اللي انا كنت خايف على محمد صلاح منها يعني دلوقتي في كلام ناس كتير تقول لك صلاح يروح ريال مدريد كلنا نفسنا صلاح يلعب في ريال مدريد نفسنا اي لاعب مصري يلعب في ريال مدريد حاجه عظيمه جدا ريال مدريد وبرشلونه لكن انا رايي ان صلاح يلعب السيزون الجاي في ليفربول يبني يكمل اللي هو فرع عليه عشان ما يتقلش هو بيلعب في السيزون اللي بعديه في انا ما بقول لك واللي بعده يتالق انا قصدي ان صلاح يكمل السيزون الجاي يتالق هيلعب اساسي في ريال مدريد او برشلونه يتالق لو كمل السيزون ده والسيزون الجاي بنفس القوه ممكن الفرص يعني برضه انا هاخدها لك من وجهه نظر ثانيه في اتجاه داخل ريال مدريد ان جاريث بيل بيصاب وهو مصاب تمام ده حقيقي ده مش اتجاهي فهم عايزين يدوروا على بديل والبديل الابرز في الوقت الحالي في مكان جاريث بيل هو صلاح هل لو صبر صلاح فرصه زي ريال مدريد قد تضيع لانه ممكن يجيبوا تدعيمه اخرى وخلاص يصرفوا نصر ما احنا لما انا بقول لحضرتك احنا من وجهه نظرنا احنا كمصريين نفسنا صلاح يروح ريال مدريد وبرشلونه النهارده لكن انا بكلمك ككارير لصلاح طب هل صلاح لو راح دلوقتي بصرف النظر يلعب مكان بيل او اي حاجه ممكن يتالق نفس التالق فيه اللي هو في روما او في ليفربول دي هيبقى علامه استفهام فانا رايي اللي هو يكمل السيزون ده انا رايي انا الشخصي لا هيتالق وهيلعب كوره مع كارباخال وتوني كروس ومودريتش وكريستيانو وبنزيما لا ده هيبدا لان يعني انا اقول لك حاجه اللي انت شايفه ده كله صلاح اصبح هو فريق ليفربول حقيقي لما تبدل في ماتش ايفرتون
انت يعني كان رايك الفرقه راحت فين؟ خلاص وجود ساديو ماني وفيرمينيو وكوتينيو اكيد طبعا. لا صلاح دلوقتي انا بتكلم، انا مش مختار، احنا مش على امكانيات صلاح، فوجوده بقى مع مجموعه افضل من الجانب الخططي والمهاري وحتى في الناحيه الدفاعيه تاكيد هيبقى افضل من كده بكتير. نتمنى، انا قلت لك احنا نتمنى لو كسر حاجز الخوف صلاح بالنسبه لنا او القلق، يعني في كل خطوه يعني هو اللي بيثبت ان هو اللي صح اكيد. يعني برضو دي بروين، ما هو مورينيو استغنى عن دي بروين، استغنى عنه، لكن دي بروين عامل ازاي؟ لعيب عظيم جدا، باين لاول ما باقي اللعيب كان في مورينيو، ما هو كده صلاح ودي بروين ولوكاكو فاكيد موضوع، وبعد كده اشترى لوكاكو ب 70 او 80 مليون، فموضوع في مشكله في مورينيو اكيد. هرجع تاني للدوري الانجليزي، لقاء ايفرتون امام نيوكاسل. هل ايفرتون باخذ نقطه من ليفربول في انفيلد دي ممكن تبقى دافع عليه بالنسبه للارادايس ان هو يكمل في المسيره ان هو ياخد نقاط؟ سام ارادايس من نوعيه المدربين اللي هو حافظ الدوري الانجليزي، بس النقطه سام ارادايس كان بيمسك الفرقه اللي هي فرقه مش هتهبط. لو شفنا الماركاتو بتاع ايفرتون قبل السيزون، لا ماركاتو مش فرقه فريق وسط او فرقه اللي هتنافس على الهبوط، بالعكس دي فرقه هتبقى من التوب 6. بس رونالدو كومان ما حققش النتائج اللي هي توصله اللي هو يبقى، ده بالعكس ده اقيل بعد هزايم. النقطه اللي خدها سامر دايس ليفربول لا هيبني عليها، واتوقع لو هيكسب نيوكاسل كمان. محمود صلاح شرفتني ونورتني، وكان كلام ممتع في شكرا العالميه. شكرا شكرا. مشاهدينا بتنتهي فقرتنا العالميه، لسه هنتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل، هينضم زميلي محمد فاروق وعنده العديد والعديد من الامور. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي.